الدالي انا عملت مع استاذ منير الشريف في الرحايا حجر القروب. وقتها لفت نظر، يعني حاسه ان هو لفت نظره المنيره مين دي. فطلبوني وقتها مخرج المسلسل كده، قال لي استاذ نور يسال عليكي وبتاع ودورك عاجبه جدا ولفت نظره وبتاع، ابقي عدي علينا في المونتاج. قلت له اوكي. المهم حصل استاذ نور عملوا ندوه، انا عملت حادثه كنت راكبه بسكليتة وعربيه شالتني فكسرت دشدشت كده. فكانوا هم في ندوه وقتها، عرفوا الخبر وهم في ندوه المسلسل. انا ما رحتهاش، كان المفروض اروحها وما رحتهاش المسلسل الرحايا. فبعدها سالوا عليا بالتليفون استاذ عبد الرحيم كمال واستاذ نور الشريف وكده ومش عارف ايه، وبعدين قالوا لي طب خلاص انت يعني كويسه؟ لا تمام. قلت لهم بكتير اسبوعين ان شاء الله هبقى كويسه. فقالوا لي خلاص الندوه اللي جايه لازم تكوني موجوده وبتاع. حضرت الندوه الثانيه، راح اطلق الله يرحمه استاذ نور الشريف خبر انا نفسي كنت اول مره اسمعه. كان متفق هو عبد الرحيم كمان ان احنا هنحضر لفيلم اسمه يا قاتل يا مقتول بطولتي، وانا قاعده جنبهم على المنصه وبسمع الخبر ده اول مره، انا والاستاذ نور الشريف وانتاج الاستاذ نور الشريف وتاليف عبد الرحيم كمان. فانا طلع هم مرتبين من ساعه ما شافوني في المونتاج، مش من ساعه ما اتفرجوا على شغلي، هم مرتبين ان احنا نعمل ان هم ان انا ياخدوني نعمل حاجه. حصل بعد كده ظروف الاستاذ نور وكده، وكانت ساره تعبت وكده ونشغل، ما قدرناش ان احنا نعمل يا قاتل يا مقتول، والموضوع هدي شويه. بس لما جه يدخل الدالي هو خلاص الدالي الجزء الثالث فيه شخصيات جديده طرقت على الاحداث. هو الدالي الاول والثاني الشخصيات هي ثابته، في الجزء الثالث ظهرت عندهم شخصيه اللي هو بيحبها سعد الدالي وبيتجوزها وبيخلف منها، او هي بتحب سعد الدالي وهو بيتجوزها عشان يخلف ولد مكان ابنه اللي مات. وفي لحظة عند مع سوسن بدر اللي هي ألفة مراته اللي عاشت معاه رحلة الشقة دي كلها، في لحظة كده عند معاها بيقوم يتجوز البنت دي، والبنت دي بتحبه جدا لأن هي أبوها توفى وشافت إن سعد الدالي هو اللي واقف لها في ظهرها مكان أبوها، هو كان باباها صاحبه. فمن هنا بقى يعني فيها دراما ظريفة. فكلمني أستاذ نور قال لي هتعملي معايا الدالي. قلت له الدالي شخصياته؟ قال لي لا، في شخصية كده هنبعتها لك اقريها وقولي لي إيه رأيك. قلت له تمام. وحصل قريت حضرت وحضرت كراستي اخدت فيها حاجات ليا يعني ومحصوت، وبدات بقى الديلي يعني هو نقطه مهمه بقى في علاقتي مع الاستاذ نور الشريف وفي علاقتي بالتمثيل. استاذ نور هو استاذ يعني بجد، مش بس عشان هو كان بيدرس في المعهد في وقت من الاوقات بيدرس تمثيل وكده، لا هو جواه الاستاذيه دي، هو بيعرف ياخد باله من عيوب الممثل. لو شاف ممثل كويس شاطر بس في عيوب كده هو بيشوفها، وليه طريقه بيقنعك ان انت وازاي تعرفي تغيريها، يعني هو عنده طريقته. فبصراحه انا في حاجات كان عندي مشاكل في حاجات كتير، كذا حاجه مثلا هو نبهني كذا حاجه، يعني حاجات كتير جدا، حاجات سواء في شكلي حركه لا اراديه انا بعملها لازم عندي بس مش ظريف ان هي تفضل متثبته طول الوقت بعملها او لازم ابقى واخده بالي منها يعني، وحاجات منك صوتك ازاي الواحد ممكن يعمل المواعيد، فكره الوقت الفاضي اللي انت فيه مخلص شخصيه ومستني هتخش على ما يبدا السيزون تاني الفتره دي عشان ما يجيلكش اكتئابات، لان احنا غصب عننا مش زينا زي الناس العاديه. انا بكلمك بصراحه يعني فعلا احنا يعني ميالين للاكتئاب اكتر غصب عننا، ميالين اللي ممكن ساعات انطوائيه شويه، بنحب حاجات ممكن الناس العاديه بتحبها ظريفه بس مش كل حياتها، يعني مش معقوله تتراي في يوم واحد على 8 افلام. احنا ميالين نعمل ده في وقت من الاوقات، في وقت بتحس ان انت محتاجه تعملي زخم في حياتك، تحطي على الـ بتحطي الهارد وبتحطي مثلا تختاري كام فيلم هتشوفيهم ورا بعض، افلام تقيله مش يعني افلام دي. يعني احنا ممكن نعمل ده، تقري مثلا تفضلي تقري تقري تقري، فجاه ممكن حد يقرا اوكي هو بيشتغل، لكن احنا ممكن اسبوع كامل يعني اسبوع كده ورا بعض بتقري، يعني ما بتعمليش حاجه ثانيه بتقري بس، يا دوب بتاكلي بسرعه وترجعي تكملي قرايه. فحياتنا ما هياش يعني شبه حياة الناس العادية المستقرة الهادية الطبيعية اللي هي فيها روتين ثابت وفيها مواعيد ثابتة وفيها ناس مثلا كل اسبوع كده كده بنشوف قرايبنا مش عارف، لا حياتنا ما فيهاش ده. حتى لما بنحاول نثبت فيها مواعيد النوم غصب عنك بتبداي تشتغلي بتتشقلب تاني. يعني انا من الناس اللي بتصحى ودي بتعلم دي استاذ نور الشريف، اصحى الساعة مثلا 7 الصبح، بحب اصحى الصبح 7 بالكتير 8، اليوم فهوله في حاجة حلوة. بس غصب عنك لما بتبداي تخش في زنقه الشغل ساعات بنام 7 الصبح، ساعات بنام 10 الصبح، يعني ساعات برجع من التصوير مثلا بقالك 18 او 24 ساعه وساعات يومين بتصوري ورا بعض، برجع البيت الصبح الساعه 10 بنام فبصحى بالليل يعني، وافضل كده حبه على معدل اليوم تاني. فحياتنا ما هياش حياه مستقره، فاهمه قصدي؟